رجل، والرجولة مواقف. الرجولة ليست بلطجة، الرجولة ليست اعتداء على الآخرين، سواء كان الاعتداء على أنفسهم أو على دمائهم أو على أموالهم أو على أعراضهم. الرجولة مواقف، يعظمون شعائر الله، يعظمون حرمات بيوت الله، لا ينتهكون المساجد، لا يرفعون أصواتهم بالافتراءات في المساجد، ولا يحاربون الدعاة إلى الله في المساجد كما فعل بمسجد القائد إبراهيم والهجوم عليه، ومساجد أخرى كثيرة تم إنزال الخطباء من فوق المنبر عن طريق لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والشوشرة على كلمة الحق وتضليل الناس. ليس صفة الرجولة تشويش على الدعاة إلى الله، على القائمين بمنهج الله، والسخرية منهم والاستهزاء بهم وسبهم بأقبح الشتائم. إذن لابد أن تقيم نفسك من الآن. الرجولة مواقف.